السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم بعض الافكار لاستغلال المساحه في غرف النوم الصغيره. دونك كنعرفوا بان ملي كيكون عندنا غرفه النوم صغيره، فمستحيل انك تلقاي فين ديري البلاكار كبير اللي تجمعي فيه الحوايج ديالك. فهادو بعض الافكار كيفاش ممكن لينا نستغلوا هذاك الحيط اللي كتكون فيه الناموسيه، اللي نورمالمون حنا كنحطوا فيه دوك الجوج ديال الكوفوزات الصغار. دونك عوضهم هنايا كاينين افكار كيفاش ممكن لك تستغلي هذاك الحيط كله ببلاكارات. دونك كتجي الناموسيه في الوسط ودايرين بها في هذاك الجناب ديالها وفوق منها كله بلاكار اللي كتستغليه بزاف، كتجمعي فيه المناط ديالك، تجمعي فيه لي زور، تجمعي فيه الحوايج ديالك، تجمعي فيه هكا كاين المساند ديال التسين ديال الناموسيه. يعني بزاف بزاف ديال الافكار اللي غادي تفيدكم وغادي تلقاو تاخذوا منها شي فكره اللي تنفعكم نتوما شخصيا في ديوركم، كذلك يمكن لكم تستغلوها حتى في الديكور، يعني باش تضيف واحد الجماليه على البيت. سورتو حنا كنعرفوا ملي كيكون البيت صغير كتحيري وما كتعرفيش كيفاش تنسقيه، كيفاش تدخلي فيه بعض الديكورات. فبهذه الطريقه هذه يعني يمكن لكم تستغلوا واحد البلاصه للتخزين وبلاصه ديروا فيها الديكورات الصور ديالكم. كذلك يمكن لكم ديروا يعني فوق منها واحد المرايه كبيره اللي كتعطي واحد الاتساع للبيت. فنتمنى هاد الافكار هادو تفيدكم بزاف وتاخذوا منها بعض الافكار اللي غادي تنفعكم في البيوت ديالكم. وفرجه ممتعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وعطيني في افكار جديده اللي تقدر تفيدكم وتنفعكم نتوما في البيوت ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.